وللمزيد معنا من معبر أرقين الحدودي مراسل التلفزيون المصري رامي محمد. بعد التحية رامي، أطلعنا على زيارة الوفد الأممي لمعبر أرقين الحدودي. تحياتي لكما ولكل متابعينا من داخل إحدى صالات الوصول بمعبر أرقين البري الحدودي الذي يربط بين مصر والسودان، مع استمرار عملية إجلاء المواطنين من المصريين والسودانيين وغيرهم من أصحاب الجنسيات الأخرى. ومع هذه العملية تستمر أيضا الجهود المصرية المبذولة والمتمثلة في المساعدات اللوجستية والطبية. وأما عن صورة ومشهد المعبر اليوم، حيث شهد زيارة لعدد من الوفود الخاصة بالأمم المتحدة والمتمثلة في عدد من المنظمات، نتحدث عن منظمة الهجرة الدولية، نتحدث عن منظمة الصحة العالمية، وأيضا البرنامج العالمي للأغذية، وأيضا المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. هذه الزيارة كانت تفقدية لعدد من المواقع، بدأت من البوابات العبور السودانية ومن ثم الوصول إلى صالات الوصول والمرور من قبل الوافدين، والتي أقف الآن بواحدة منها، ثم مكاتب التوثيق والتأشيرات وللإطمئنان على سيولة وسهولة هذه العملية أمام الوافدين. وأيضا كان هناك حديث من قبل العديد من أعضاء هذه الوفود مع الوافدين، سواء من المصريين والسودانيين وغيرهم من أصحاب الجنسيات الأخرى، ومن ثم أيضا الإطمئنان على المساعدات الطبية والإنسانية واللوجستية التي تقدم لهم، سواء من قبل الهلال الأحمر المصري بدور كبير من خلال بعض الخيم التي نصبت في خارج صالات الوصول، أو أيضا عن طريق وزارة الصحة وأيضا هيئة الإسعاف المصرية في وجود العيادات المتنقلة وعربات الإسعاف. ومن ثم أيضا تخلل هذه الجولة التواجد والتفقد لعدد من أماكن المعايشة وأيضا ساحات الوصول الخارجية الخاصة بمعبر أرقين. هذه الزيارة التي تخللها وجود في عدد من المواقع المختلفة للإطمئنان على جميع الخدمات وأيضا ما يحتاجه المعبر من خلال زيادة في الأطقم الطبية، زيادة في الأطقم الإدارية لعملية السهولة التي نراها الآن من خلف، من خلال وجود ووفود العديد من الوافدين والقادمين من السودانيين أصحاب الجنسيات الأخرى. وكان لنا لقاء كبير مع عدد من هذه الوفود، وعلى رأسهم طبعا السيد ماكس شوت الذي تحدث عن مصر والجهود المصرية وشكر الدولة المصرية على ما تقدمه وأيضا ما يحتاجه الوافدين، سواء من الدعم النفسي والأسري وغير ذلك من الاحتياجات التي تتم بالتنسيق مع الدولة المصرية. هذا هو المشهد هنا من معبر أرقين البري الحدودي. عودة إليكم مرة أخرى. رامي محمد مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا من معبر أرقين الحدودي، شكرا جزيلا لك.